يعني ما نشهده الآن وحاليا في تدهور المتعمد للقطاع السياحي في دولة الكويت، هذا أمر ليس مستغرب وليس وليد اللحظة، بل هذا أمر مخطط له لتعطيل السياحة من أجل استحواذ بعض التجار على المناطق الحيوية والواجهة البحرية في دولة الكويت، من أجل يعني إنشاء منتجعات وأماكن خاصة تكون محتكرة لهذا التجار، حتى يمنعون المواطن الكويتي البسيط حتى من الترفيه عن السياحة. لذلك أنا كما وصلتني من مصادر ومعلومات بأن الواجهات البحرية الحيوية الخاصة سواء بالمواطنين أو الوافدين أو السواح في دولة الكويت السائحين، سوف تستقل هذه المناطق وتخصص من أجل هذول التجار وينشؤون عنها منتجعات سياحية. مختصر كلامي بأن الآن حتى الواجهة البحرية ستحتكر، والمواطن البسيط العادي عندما يريد أن يتنزه هو وأسرته وأفراد عائلته راح يدفع ضريبة دخوله إلى يعني مكان الله سبحانه وتعالى وهب فيه دولتنا، دولة الكويت، دولة الخير ودولة العطاء، حتى يعني يستفيد ويتنفس في هذا المكان. وهذا للأسف ما سنشهده في المرحلة المقبلة.